لكل واحد فينا في قصص مخباية بحياته. هاي القصص بتساهم بتكوين شخصيتنا وباختياراتنا في المستقبل. اليوم رح أشارككم بوحدة من هاي القصص. أجيت على الدنيا وكان عندي أخت أكبر مني تسمعش وبتحكيش. بعد أكم من سنة أجت كمان أخت اللي برضو ما بتسمع وبتحكي. وجود أختين من الصم بحياتي خلاني أحاول أجد طرق لحتى أتواصل معهم. فكنت أتواصل من خلال لغة الجسد وأتواصل من خلال تعبير الوجه. وهذا الإشي خلق علاقة مميزة بيني وبين إخواتي اللي كانت تظهر مرات للناس بأماكن عامة وكان يستغربوا. جزء منهم كان يتطلع علينا ويتمسخر، والجزء الثاني كان يتطلع بشفقة وكأنه في أمامه الناس عاجزة. طبعاً هذا الإشي كان يسبب لي غضب، وكنت أروح أحاول أفهمهم إنه هذا الموضوع لازم تحترم إنه في ناس تحكي بلغة أخرى وتتواصل بطرق أخرى. لكن مع الوقت اكتشفت إنه مش رح أقدر أغير بالعالم، بس اللي بقدر أعمله هو إنه أغير بنفسي، وهذا اللي صار. وجود أختين بحياتي من ذوي الاحتياجات الخاصة قوى عندي المحفز الداخلي لحتى أقدر أخلق وسائل علمية لتقدر تحسن من ظروف حياة كتير ناس حولنا. ولهيك بعد مجهود كبير وسنين طويلة، اليوم أنا دكتورة باحثة في مجال علوم الأعصاب والدماغ، وقررت إنه مسيرتي العلمية تكون من أجل إيجاد وسائل حديثة متقدمة للتسهيل والتخفيف عن أوجاع وألام لكتير ناس حولنا. مش بس هيك، رح أشارككم كمان سر اللي كتير ناس ضلوا يسألوني عنه، وهو سر حركتي وتعبير وجهي وأنا أغني، واللي كان طبعاً جزء من الناس كان يحبوه وجزء من الناس كان ينتقدوه ويشوفوه إنه مبالغ فيه. بتصور اليوم عرفتوا إنه أمامكم مغنية اللي بتغني بالعربي وبلغة الإشارة بنفس الوقت. بمناسبة اليوم العالمي للغة الإشارة، بحب أعبر عن امتناني لهاي اللغة اللي خلتني أقدر أتواصل مع ناس أنا كتير بحبهم، ومنهم أختي الغالية فاتن اللي بتشاركني بكل عروضي كمصورة محترفة. بتصورني بلغة الجسد وبلغة الروح وبلغة الشفايف. فاتن، أنا أحبك كتير وأنا فخورة فيك. شكراً لك وشكراً لكلكم كتير كتير.